شكرا دولة الرئيس محمد وريب الدستور. كنت عايز أسأل حضرتك في رقم ملفت جدا في البيان اللي حضرتك الاجتماع اللي عملته مع السيد وزير الكهرباء، 514 ألف محضر سرقة كهرباء ظاهرة تستحق الدراسة. نحتاج رسالة من سيادتك للمواطنين الذين يقومون بمثل هذا الإجراء، ورسالة للموظفين لكبح جماح هذا النزيف. أعتقد إن هي جزء كبير جدا من أزمتنا في الكهرباء، 514 ألف محضر في شهر واحد، الله أعلم الباقي قد إيه. أيضا في مجلسكم الموقر اليوم تم اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لتحديد سعر وحدة الإسكان الاجتماعي. كنا نود نعرف السعر يا فندم، ولو هناك ميعاد محدد للطرح، لأن المصريين من شهر 12 الماضي حتى اليوم ينتظرون الطرح. شكرا يا فندم. شكرا، وانا بشكر حضرتك على الموضوع الخاص بظاهره سرقات الكهرباء. وللاسف دي يعني انا من غير تزويق للكلام، ظاهره سلبيه بقت منتشره موجوده عندنا. وحضرتك احنا بنتكلم على ملايين الحالات سنويا، وللاسف ده بيؤدي الى ان جزء كبير من القدرات المولده بتهدر على الدوله. انا عايز اقول لحضراتكم يعني احنا لو نصف هذه الحالات مش موجودة ما عندناش مشكلة في أي حاجة، ولا إن إحنا نحتاج لتدبير موارد إضافية للكهرباء ولا الكلام ده كله، لأن على الأقل هيبقى بناخد الموارد المالية اللي قصاد هذا الكلام ونقدر كدولة ندبره ونعمل بيه هذا الموضوع. فبالتالي هي ظاهرة سلبية، ومحتاجين كمواطنين نعي. إذا كنت حضراتكم يعني بناخد بنفتكر إن الموضوع مصلحة شخصية مباشرة، ان انا ما بدفعش فاتورة الكهرباء، هي هتسمع معاك في حاجات تانية. لان الدولة لما بتنزل النهاردة عشان تدبر موارد اضافية، لان انا مضطر نتيجة للسرقات ده اولد كميات اكبر عشان اجيب فلوس لتغطية الموضوع، فده معناها ان انا بروح استورد شحنات اضافية بتؤدي الى مزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، ومزيد من الضغط على موارد العملة الأجنبية. وبالتالي دي من الوارد إنها تسمع بعد كده فينا كلنا بمشكلة كبيرة هيتضرر منها اللي بيسرق زي الغيره. فالموضوع ده الحقيقة إحنا بدأنا بيه خطوات معينة بناخدها، بتنزل الحملات بصورة كبيرة جدا ومكثفة أكتر. ابتدينا ناخد بعض الإجراءات بالتجميد المؤقت للدعم اللي بتقدمه الدولة لهؤلاء اللي بتحرر ضدهم محاضر لغاية لما القضاء يفصل في هذا الموضوع. لان مش معقولة يعني، وارجو من حضراتكم نبقى واخدين بالنا، مش معقولة يبقى واحد بيسرق تيار كهرباء وفي نفس الوقت ياخد دعم تمويني ودعم خبز ودعم سماد واي خدمات الدولة النهاردة بتقدمها مدعومة. فدي ظاهرة لازم كلنا كمواطنين نتكاتف فيها، لان بمنتهى الامانة كدولة يعني لما يكون بيهدر مني كمية ليست بالقليلة، يعني احنا بتصل كمية التقديرات الأولية احنا بنتكلم في حدود 20%، يعني نسبة ممكن تصل اللي هو بنطلق عليه الفقد التجاري وليس الفقد الفني، وده رقم ليس بالقليل. فبالتالي يعني عشان كده كنت بقول نص هذا الرقم لو تم توفيره سواء من خلال الوعي ومن خلال الإجراءات وكل الكلام ده اللي احنا شغالين عليها. وأيضا طبعا هو مش فقط الموظفين اللي بينزلوا، هو حتى أنا آسف أنا أقول يعني أتكلم بصراحة، حتى عامل الكهرباء اللي هو بيبقى بيدخل الكهرباء ده ممكن بيبقى صانع عادي أو حرفي عادي وبيدخل الكهرباء للمواطن، فيبدأ يعمل بعض الإجراءات اللي من شأنها أنه هو يخليه يتجاوز عن هذا الموضوع. هو الموضوع سلوكيات معينة لازم كلنا نبقى واخدين بالنا أن الموضوع ده إذا كنت على المنظور الضيق شايفينه ان هو بيحقق لي مصلحه شخصيه، لكن على المنظور الاعم هو بيضر الدوله كلها. وعشان كده لازم كلنا نتحرك لمجابهه هذه الظاهره، ولازم يبقى عندنا وعي عام كلنا، ولو حد من المواطنين شاف هذه المخالفه قدامه يبقى بيبلغ الدوله، لان الموضوع موضوع حقيقي، هو موضوع بيضرنا كلنا وبيضر المواطن الملتزم قبل ما بيضر الدوله نفسها. موضوع صندوق الاسكان الاجتماعي النهارده طبعا احنا هنطلق ان شاء الله، وده اللي انا كنت يعني وجهت بيه السيد وزير الاسكان، ان نعلن عن مجموعه كبيره من الوحدات الجديده ان شاء الله في خلال الفتره الجايه. وان احنا يعني النهارده الهدف كله ان التكلفه تبقى بالظبط، يعني الدوله المصريه ما تاخدش مليم
من المواطن. بالعكس الدعم هيفضل مستمر وبيزيد، ويمكن هيبقى في اجتماع قادم الأسبوع الجاي عشان نطلق الأرقام بتفاصيلها إن شاء الله مع السيد وزير الإسكان والسيدة مدير صندوق الإسكان الاجتماعي. اتفضل. سيادة رئيس الوزراء، يعني كان في نقطتين سريعا بالنسبة للخمسة مليار دولار اللي هو يعني تم التوجيه بزيادتهم من جانب السعودية في الاستثمار في مصر، هل دول هيكونوا مثلا من نسبة الودايع اللي موجودة لدى البنك المركزي أم هتبقى أموال جديدة استثمارات جديدة؟ دي واحدة. الحاجة الثانية أيضا فيما يتعلق بصندوق الاستثمارات السعودي وهو معاه قطاع خاص كبير جدا، هل في مشروعات معينة يعني هل من الممكن ان احنا نقول في تارجت ليهم مثلا 10 20 15 مليار هيستثمروهم مثلا في مصر؟ هل في قطاعات معينة مثلا؟ لان سمعنا يعني عم يعني مشروعات كبيرة قوي في مجال البترول. شكرا. شكرا. خليني أكد أن الخمسة مليار دول بخلاف الوديعة، ما لهمش دعوة بالوديعة السعودية اللي موجودة، دي استثمارات جديدة يعني تعهد سمو الأمير أنها هتم ضخها في خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات التنموية اللي في مصر، اللي أيضا بتحقق عائد اقتصادي لأنه في الآخر هو استثمار ومصندوق استثماري. فبالتالي عندنا مجموعة من القطاعات اللي يعني موجودة ضمن الملف، وإن شاء الله دي بتناقش، منهم طبعا السياحة، منهم الصناعة، منهم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. فده الحقيقة ملف إن شاء الله الفترة الجاية هتكون موجودة. بالنسبة لصندوق الاستثمار وأيضا القطاع الخاص السعودي، وده يمكن كان النقاش الحقيقة مع اتحاد الغرف، لا هناك الحقيقة رغبة شديدة في مضاعفة الأرقام بأكتر من كده كمان بكتير من القطاع الخاص السعودي وفي مجالات زي الطاقة الجديدة والمتجددة. هناك شركات عملاقة في المملكة النهاردة في قطاعات زي طاقة جديدة وتحلية مياه البحر تحديدا، بيتكلموا معانا على استثمارات تتجاوز 10-15 مليار دولار في خلال الفترة الجاية. فهي الحقيقة مجموعة حزمة متنوعة، لكن مش عايز النهاردة ان يتخذ رقم معين لغاية لما نصل الى توافق اهم، لان النقطة كلها ان احنا زي ما قلت لحضراتكم احنا بنستهدف فتح البلد للاستثمار، والغير طبعا الصندوق الاستثماري السعودي ايضا المهم جدا ايضا القطاع الخاص، وان هو يدخل بقوة في قطاعات مختلفة، وده اللي احنا بنستهدفه. واتكلمنا على زي ما قلت لحضراتكم ازاي يتعمل كيانات مشتركة ما بين القطاع الخاص السعودي والمصري، ويبقى هدفهم ان هم يعملوا مشروعات مشتركة مش فقط للبلدين، ولكن تدخل اسواق زي افريقيا مثلا او منطقة الشرق الاوسط. حضرتك تفضلي. مروة البشير، جارة الأهرام. حضرتك أعلنت أنه لا تخفيف لأحمال الكهرباء مرة أخرى، هل ذلك يرجع إلى جهود زيادة نسبة الطاقة المتجددة أم زيادة المبالغ المخصصة لاستيراد الغاز والمازوت أم السببين معا؟ وكيف نضمن استدامة ذلك في ظل التوسع في المشروعات التنموية؟ شكرا. شكرا. الموضوع طبعا هيبقى الحاجتين اللي حضرتك قلتي عليهم، وهو ان احنا هيبقى عندنا حجم معين هحتاجه من الطاقات التقليدية اللي هو الغاز والمازوت. وده تاني هرجع واقوله لحضراتكم، كنت بعتمد في جزء منه على الانتاج المحلي، ونتيجة لان انا اتأخرت على المستثمر الاجنبي بقيت بضطر ان انا استورده، فلما هرجع المستثمر الاجنبي يرجع يشتغل وينتج بكميات كبيرة هترجع الكميات كما هي، فهتقلل لي فاتورة الاستيراد بتاعي، فده هيبقى جزء مهم جدا. الجزء الاخر هو الطاقات الجديدة والمتجددة. مصر بتتوسع وبتكبر، احنا دولة كبيرة وكل سنة بنزيد، وبالتالي كل سنة بتزيد حجم طلب الكهرباء، وده ما يقلقناش ويزعلناش في حاجة، لان معنى ان زيادة حجم كهرباء معناها ان البلد بتنمو والاقتصاد بينمو. الموضوع مش موضوع فقط عشان وحدات إسكان جديدة اتضافت، لا
في مصانع جديدة بتموجودة، في مناطق صناعية بقت بتطلب النهاردة كميات كبيرة من الطاقة، وكل واحدة من دول وراها عشرات الألوف من فرص العمل. هو اقتصاد بينمو، وبالتالي عشان كده لازم نبقى اعتمادنا الأكبر، لأن برضو مهما كان فاتورة الوقود الإحفوري دي مش لازم إنها تكبر وتزيد قوي بكميات كبيرة. لازم المستقبل كله للعالم كله بيتكلم عليه هو الطاقة الجديدة والمتجددة. عشان كده احنا بنتكلم طاقة رياح، طاقة شمسية، طاقة نووية، كل دول كمزيج يزيد، بحيث ان احنا نكون قادرين ان شاء الله على ان اي زيادات تبقى من خلال الطاقات الجديدة والمتجددة. عشان كده احنا مستهدفنا لما اعلننا وطلعنا وقلنا 2030 هتبقى نصيب الطاقة الجديدة والمتجددة 42% من اجمالي الطاقة المولدة في مصر، هو ده اللي احنا شغالين عليه. لان دي بالنسبة لي اولا استثمارات تقريبا كلها بخلاف طبعا محطة الضبعة هي استثمارات خاصة، وبالتالي ده تشجيع لقطاع خاص انه يدخل ويحط استثمارات جوه البلد، وبالتالي هو اللي بيبقى عليه عبء التشغيل والصيانة والإدارة، وهو كلنا عارفين بيبقى القطاع الخاص أحرص ما يكون على إدارة هذه المنظومة بطريقة كفأة. أنا في الآخر حبقى كدولة مستفيد، بتلقى منه الطاقة، بنتفق على قيمة معينة، وإحنا الحمد لله واصلين لأسعار جيدة جدا، وبالتالي أنا من مصلحتي كدولة إن أنا أشجع هذا الموضوع في خلال الفترة الجاية. فضل. في ظل التحديات الراهنة والاقتصادية على الساحة العالمية ودخول مصر عضو جديد في مجموعة البريكس، إيه هي الرؤى اللي هتعرضها مصر في قمة البريكس المقرر عقدها الشهر القادم، والطموحات اللي بتعمل مصر في تحقيقها من خلال الشراكات وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء؟ حضراتكم طبعا يعني البريكس طبعا حضراتكم عارفين الدول الأعضاء، وهي دول كلها النهاردة بقت دول كبيرة وعملاقة، يعني على رأسها طبعا الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا وبقية الدول، وإحنا الحمد لله النهاردة بقينا موجودين من هذه القوى العملاقة. أهم شيء هو النهاردة إن إزاي إن إحنا نعمل شراكات، والكل بيتكلم على شراكات هتبدأ في البداية ثنائية ما بين الدول الأعضاء، يعني أبدأ أنا بزيادة المشاركة مع الصين، مع الهند، مع البرازيل، مع روسيا، بحيث يبقى في مشروعات كبيرة وتحالفات بتبدأ إنها تحقق من خلال إنك تنفذي مشروعات مثلا في مصر في استثمارات صناعية، تبدأي تستفيدي من المزايا اللي حطاها الاتفاقية إنك تخدمي على الدول الأعضاء في البريكس، وبالتالي أنا أقدر أعمل هنا مصنع مشترك مصري صيني أو مصري روسي أو مصري هندي، ونصدر بالمزايا اللي بتتاحها البريكس لدول البريكس اللي موجودة. فهو ده اللي احنا النهاردة شغالين عليه، ازاي ان احنا نعرض بصورة واضحة حزمة من المشروعات الكبيرة اللي احنا كدولة بنستهدفها في هذا الأمر، وتبقى فرصة من خلال القمة إن شاء الله لمحاولة الوصول إلى اتفاقات ثنائية مع هذه الدول الأعضاء بإذن الله. تفضل يا أستاذ. حضرتك أشرت في بداية المؤتمر عن الشائعات اللي بتعمل نوع من البلبلة، فزي ما حصل مع حادث قطري الدقازيق كان في خلال الساعات اللي فاتت يعني تعليقات كتير وشائعات كتير على موضوع قرار الحكومة بزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز، فالناس مثلا كتير على السوشيال ميديا لو خدنا على سبيل المثال قالت ان القرار ما كانش مدروس، ما كانش بيراعي فئات كتيرة من المجتمع، فتعليق حضرتك على الموضوع ده. شكرا. أرجو أن حضراتكم ترجعوا لكلامي أن التحدي الكبير اللي بتواجهه الدولة إزاي النهاردة ملف الطاقة أتعامل معاه، وهذا الملف لأن الكلام ده وبأثير وتقال كلام بعض وأنا بعض الواحد زي ما قلت حقا أنا بتابع كل ما يكتب ويقرأ ويتداول على هذه كل الشواغل الرأي العام. حجم النهاردة الدعم اللي بتتحمله الدولة في المحروقات والطاقة بقى يعني فوق قدرة احتمال أي موازنة للدولة المصرية. وتاني أنا بأكد وده جزء من الكلام اللي كان بيتقال، احنا خدنا خيار في عز الأزمة اللي حصلت في وقت تحديدا من بداية أواخر فترة كورونا وزيادة حرب روسيا وأوكرانيا، ان احنا نتحمل الجزء الأكبر من الفاتورة بتاعت الدعم، وده كدولة كنا بنضطر نعمله منين؟ معلش، من الاستدانة. احنا كنا بنضطر كوزارة مالية عشان نفضل يعني بقدر الامكان نحافظ على اكبر كم من الدعم
ان احنا بنروح نستدين على امل ان هذه الازمات تبقى فترة عارضة وتنتهي ونقدر نتعامل معها. طول امد هذه الازمات وتعقيدها وكل شوية بتدخل ازمة وصلتنا لمرحلة ان احنا النهاردة بقى فاتورة الدعم فوق قدرة واحتمال الحكومة والموازنة العامة. فبالتالي رؤيتنا لهذا الملف عشان أضمن استدامة الخدمة للمواطن لازم أبدأ أحمل جزء من هذه الكلفة على المواطن. ومعلش هتكلم تاني وأنا دايما بيثار أنتوا أصلكم لما تقولوا هذا الكلام أنتوا أكن أنا آسف اللفظ اتقال وبعض أراء أكنكم بتمنوا على المواطن. إحنا ما بنمنش على حد، بالعكس ده إحنا دورنا إن إحنا نخدم المواطن. وتاني أنا بأكد كيف ندير الأزمة بصورة، احنا عارفين كويس قوي ان بعض الاراء مش او بعض القرارات مش هتبقى يعني تلقى قبول الشعبي على المدى القصير، ولكن الامانة برضو تقتضي ان انا يعني حاولنا بقدر امكان نتحمل ونشوف ايه قدراتنا على امل ان هذه الازمات اللي العالم كله تاني انا بقولها بيئن تحت وطأة هذه الازمات. مفيش دولة في العالم ما عندهاش مشكلة، وارجو حضراتكم كلنا نبص على هذا الموضوع وتبعاته. أنا قلت لحضراتكم لما رحنا الصين قمة القمة الأفريقية الصينية مفيش رئيس أفريقي ما اتكلمش على أزمة زيادة الديون الداخلية عنده وعدم قدرة الدولة على تحمل هذا الموضوع، وإن هو بيطالب إن لازم يبقى فيه تدخل دولي بموضوع الديون اللي على الدول النامية والدول الناشئة، ولازم يكون إعادة النظر في هذا الموضوع عشان تقدر الدول تمشي في عملية التنمية. فبالتالي هي ظاهرة موجودة. لكن أرجع لهذا الموضوع تحديدا أنبوبة البوتاجاز. إحنا النهاردة مصر بتنتج أو استهلاكها 280 مليون أنبوبة، 280 مليون أنبوبة سنويا. تكلفة بتاعت الأنبوبة 340 جنيه، إحنا كانت ب 100 جنيه، فبالتالي في 240 جنيه دعم. لما حضرتك تضربيهم في 280 مليون أنبوبة هيطلع أكتر من 60 مليار جنيه، جنبا إلى جنب مع دعم المواد البترولية، جنبا إلى جنب مع الكهرباء. وهيتقال الله أنت الكهرباء مش مدعومة، أنتوا حاطين دعم للكهرباء 2 مليار بس في الموازنة، فإيه الأرقام الكبيرة اللي أنت بتقولها؟ لا، في خسائر بتحققها شركات الكهرباء نتيجة لأنها بتحط بسعر أقل من التكلفة الحقيقية بتاعتها. في النهاية شركة الكهرباء دي ما هي شركة المفروض تدار بمنظور اقتصادي، بتيجي على المالية وتقول لها لو سمحت تدوني الخسائر. ففي الآخر هي منظومة متشابكة مع بعضها البعض. فاحنا كل اللي بنعمله النهاردة بحاول أقلل من حجم الخسائر اللي الدولة أو الدعم اللي احنا الدولة بتتحمله، وبضطر ان انا ادخل او ازود شوية على المواطن. تاني انا اقولها مفيش حكومة بتحب انها تاخد قرار زي ده، ولكن دي الرؤية اللي احنا كلنا وانا قلتها لحضراتكم واخفتهاش، عايزين نضمن سلامة الاقتصاد واستدامة تقديم الخدمات المهمة زي الكهرباء، زي تواجد توافر السلع والمنتجات البترولية والكلام ده كله، لازم نتحرك تدريجيا في اسعار هذه المحروقات، وحيظل الدعم الدولة موجود وبكميات كبيرة، لكن يبقى في القدرة اللي أنا أقدر أتحملها، لكن ما يبقاش بصورة النهاردة إن أنا بضطر إن أنا أستدين بكميات كبيرة جدا بسعر فايدة عالي في الظروف اللي إحنا موجودين وبنرميها بعد كده لقدام ونقول اللي يجي بعدنا لا. فإحنا بنضطر نحاول بقدر الإمكان نحقق نوع من التوازن. أعي تماما إن أي قرار بزيادة وعارف كويس قوي للمواطن بيتحمله، ولكن كل اللي بنقدر نحاول نعمله النهاردة مع بعض ان احنا الجزء الاكبر بتشيله الدولة، ولكن جزء ايضا المواطن يتحمله معنا. شكرا فندم. استمرارا للحديث في ملف الدعم، هل هناك خطة لطرح موضوع الدعم النقدي قريبا للحوار المجتمعي؟ يعني اخر تطورات هذا الملف. كمان في موضوع سرقات الكهرباء كان تردد ان في تقنيات من الممكن ان تساعد الحكومه على يعني كشف سرقات الكهرباء من المنبع، فهل في مفاوضات مع بعض الشركات او يعني توجه لهذا المشروع؟ شكرا. تاني انا قلتها يمكن موضوع الدعم النقدي مره اخرى، يعني احنا الموضوع ده موجود في مجلس الحوار الوطني وبيدرسه، وزاره التموين بتدرسه مع كل الجهات،
ونحاول ان احنا نصل الى ان شاء الله انا اللي بستهدفه رؤية واضحة للدولة المصرية قبل نهاية هذا العام في هذا الشأن، عشان لو حصل عليه توافق نبقى حاطين في اعتبارنا خطة تنفيذية دي ازاي ننفذه مع بعض تدريجيا لو حصل عليه توافق. لكن زي ما قلت لحضراتكم بالتأكيد ده الأصلح للدولة. أنا لو بتسألني كيعني مسؤول وشفت بعيني اللي بيحصل من تجاوزات، طول ما احنا شايفين التجاوزات اللي بتحصل هتظل موجودة مهما كان العنصر البشري والنفس البشرية، يعني ما نقدرش، ودي شيء مذكور في الكتب السماوية، هتظل في نقط ضعف. وبالتالي كل ما هتقدر تحاوكم الموضوع ويروح بطريقة واضحة ومنظمة ومميكنة للناس انت بتقلل الإهدار والتجاوز اللي موجود في هذا الشأن. موضوع التقنيات احنا بالفعل حاليا في يعني اتفاقيات بتتم مع شركات من 3 إلى 4 شركات دولية عاملة هذه التقنيات بالفعل. والنهاردة بدأنا على فكرة هم جربوا لنا، ويمكن انا كنت اتكلمت فيها قبل كده، عملوا لنا مشروعات تجريبية في بعض المناطق ومن خلالها وجدنا فعلا حددونا تحديدا، قال لك انزل على الشقة رقم كذا في العمارة دي وانزل على المحل ده، ووجدنا فعلا هذا الموضوع. احنا طبعا ده هيحتاج بنية أساسية وتعميم بصورة كبيرة جدا، ولكن احنا شغالين في هذا الموضوع، ده جزء من مستهدفات وزارة الكهرباء بإذن الله. محمود متابع صدى البلد، حضرتك من كام شهر كده اعلنت مع ان في اجتماع مع الغرف التجارية انها سيتم خفض اسعار السلع المعمرة، وده بالفعل حصل في خلال الفترة اللي فاتت، نزل من 10-15% من اسعار السلع المعمرة. لكن دلوقتي الاسعار في الشارع، اسعار بقى الخضروات، اسعار مرتفعة جدا، ومنها الطماطم، وفي شائعات طلع ان سبب غلاء الطماطم هو تصديرها برا، فعايزين توضيح بس من سيادتك فعلا. حاضر. الطماطم عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين تضررت بصورة كبيرة جدا، محصول الطماطم تحديدا وبرضو بعض المحاصيل الاخرى تضررت بصورة كبيرة جدا من الارتفاعات الهائلة في درجة الحرارة اللي حصلت في شهر يونيو ويوليو. يعني للأسف الانتاجية بتاعت المحصول تضررت بصورة كبيرة جدا، فنتيجة لكده الكميات اللي طلعت لانتاجيتها اللي المفروض كانت تغطي السوق كله كانت أقل بنسب ليست بالقليلة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك حصل تضرر ممكن وصل لبعض الحاجات لغاية 20% نقص بسبب الحرارة العالية اللي احنا واجهناها، وأكيد حضراتكم شفتوا احنا عدينا بفترة كانت صعبة جدا. نتيجة لكده طبعا بقت الكمية المتاحة في السوق أقل. توقعاتنا إن شاء الله مع نص شهر 10 هتدخل العروات الجديدة، فهتبدأ الإنتاجية تزيد وتبدأ تقل في خلال الفترة دي. ولكن في نفس الوقت في توجيه حصل لجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين ووزارة الداخلية على مدار الأيام السابقة، وفي تنسيق مع اتحاد الغرف على إن نتأكد إن مفيش أي نوع من تخزين لبعض هذه السلع، وان لو حصل في وجدنا ان في تخزين يبقى في بعض الاجراءات مع اتحاد الغرف، علشان احنا مش عايزين ناخد اجراءات تعسفيه، ولكن ما ينفعش يبقى احنا عندنا نقص ومره اخرى يبقى في نوع من التخزين. فعشان كده حصل من يومين توجيه ليهم بنتحرك فيه بهدوء علشان نضمن باذن الله توفير لغايه لما العروات الجديده على نص 10 ان شاء الله تدخل في خلال الفتره القادمه. اللي ورا حضرتك اتفضل. محمد عنتر شرق بلومبرج. سيادتك في بعض الصفقات او الشركات التي تحدثت عنها الحكومه الفتره الماضيه بانه سيتم اعلان طرحها في البورصه زي شركه وطنيه وجبل الزيت ومحطه كهرباء بني سويف، توقف الحديث عنها الفتره الماضيه او الفتره الحاليه اللي احنا فيها، فهل ده معناه ان هذه الشركات خرجت من برنامج الطروحات الحكوميه ام يتم الان اعاده دراسه طرحها بشكل مختلف نتيجة المتغيرات التي حدثت يعني على أرض الواقع؟ شكرا لك. طيب أنا هقول لحضراتكم تاني عشان أوضح ولن أمل إن احنا نكرر هذا الموضوع. الهدف من برنامج الطروحات هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وبالتالي إن أنا أحقق أو أجيب منها أعلى عائد ممكن للدولة المصرية. فإذا ما كان العرض اللي بيقدم ليس يعني طبقا للتقديرات اللي احنا حاطينها اللي يحقق تعظيم من هذا العائد، وبالتالي يبقى انا مش مجبر ان انا يعني
أعمل عليه تعاقد أو أنهي التعاقد في هذه المرحلة. وأحيانا الظروف بتحكم، التوقيت نفسه ممكن ما يبقاش مناسب. وعايز أقول لحضرتك يعني تحديدا عشان نبقى الموضوع واضح، محطة زي بتاعت محطة البني سويف، نتيجة للظروف النهاردة اللي احنا موجودين فيها في موضوع الطاقة ورؤيتنا ان احنا ازاي نناور ما بين المحطات وبعضها البعض عشان نقدر نضمن ان يحصل فيه ثبات واستقرار لتوليد الطاقة، وجدنا النهاردة ان انا اطرحها واتيح ان يبقى القطاع الخاص هو اللي مسؤول عنها ويبقى ملكيته او ادارته. فاحنا كدولة النهاردة عشان الصالح العام غلبنا الصالح العام للدولة وقلنا لا، ليس هذا هو التوقيت المناسب لهذه المحطة، وخلينا نستنى لغاية لما الامور تبقى اكثر استقرارا. مش معنى ان احنا بناخد القرار بان الوقت حاليا مش مناسب ان احنا بنلغي الطرح خالص، بالعكس. ولكن مصلحتنا كدولة بتقول التوقيت ده دلوقتي مش مناسب، او العرض اللي تقدم لهذا الاصل غير مناسب. فده مش غلط ان احنا نقول لا المرحلة دي ما تنفعش ونعيد الطرح مع اضافة طروحات اخرى. ناخد اخر سؤال، اتفضل. ابراهيم الطيب المصري اليوم. سؤالي لحضرتك فيما يتعلق بملف الدواء. الملف ده بيحظى باهتمام كبير من الحكومة، ويمكن ده بينعكس من خلال اللقاءات المباشرة اللي حضرتك تقوم بها مع المسؤولين او في توفير الاعتمادات المالية اللازمة. ولكن اسمح لي، هذه الاجراءات ربما لم تنعكس بالشكل الكامل على ارض الواقع. بنشوف بعض طوابير الدواء في بعض الاماكن، خاصه مثلا احنا بنتكلم على صيدليه الاسعاف. هنا عايز اسال سيادتك على جهود الدوله لدعم شركات الدواء الحكوميه، خاصه مثلا الشركه القابضه للدواء اللي هي كانت بمثابه امن قومي دوائي بنسند او بنعتمد عليها لفترات طويله. هذه الشركات ربما تراجعت قدرتها في الفتره الاخيره لبعض التحديات اللي واجهتها لصالح الشركات متعدده الجنسيات، فكنا محتاجين نعرف دعم الحكومه لهذه الشركات. شكرا. طيب احنا قلنا على موضوع الدواء، واعتقد ان حصلت انفراجة ليست بالبسيطة في يعني نوعيات كثيرة جدا جدا من الدواء. والحمد لله يمكن طبقا للارقام تقريبا ما بين 80-90% من الادوية الناقصة ابتدت تبقى متوفرة. واحنا قلنا كان فترة معينة زمنية 3 شهور، واعتقد ان شاء الله هنبقى قادرين على هذا الموضوع في خلال المدى الزمني لهذا الامر. نيجي لموضوع الشركة القابضة للادوية. احنا امبارح كان في لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام، وكان بيعرض الشركة القابضة للأدوية. عايز أقول لحضرتك إحنا الفترة اللي فاتت الدولة المصرية استثمرت مليارات في إعادة تأهيل خطوط الإنتاج بتاعت هذه الشركات، لأن كانت خطوط إنتاج كثيرة منها تقدمت، وكانت أصبحت يعني التخوف إن ممكن يبقى المنتج بتاعها ليس مطابق للمواصفات الدولية. فخدنا قرار الحقيقة كان من 4 شهور في وقت الوزير القطاع الأعمال السابق اللي هو حاليا وزير الكهرباء، وتعمل إيقاف لعدد من الخطوط، وتم الحمد لله إنهائها بالكامل وتجديدها بالكامل. وخدت تمام امبارح من السيد الوزير ان كل الخطوط رجعت للانتاج الكامل طبقا للمواصفات العالمية، فيما عدا شركة واحدة خط واحد هيخلص في خلال الشهر القادم. فبالعكس الشركة القابضة ان شاء الله الفترة الجاية المستهدف هنشوف هتعود تاني لاقصى طاقات الانتاجية، لان زي ما قلت لحضرتك احنا كنا مضطرين لفترة معينة ان احنا نجدد الخطوط فتقل الانتاج بتاع هذه الشركات. ولكن اعتبارا ان شاء الله من خلال هذه المرحلة اللي احنا فيها هتعود باقصى انتاجية ممكنة ان شاء الله.